اهلا وسهلا بيكم معانا في قناه كوكي. النهارده هنعمل مع بعض البتنجان المخلل بطريقه جميله جدا. اليومين دول البتنجان مش غالي، انا جبت الكيلو دون ب 4 جنيه. هنعمل الكيلو دون وهنخلله ونحطه في علبه ونسيبه في الثلاجه، بيقعد عندنا، انا بيقعد عندي مثلا 4 ايام 5 ايام. هنبتدي مع بعض بقى. انا بجيب البتنجان وبقطعه من فوق كده زي ما انتم شايفين، وبفتح حته صغيره كده من تحت زي ما انتم شايفين كده، حته صغيره. هنجيب واحده كمان ونعملها. هنفتحها برضو من هنا ونشوف مع بعض. بجيب البتنجان اللي هو الوسط، لا كبير قوي ولا صغير قوي، بيبقى حلو جدا في التخليل. تعالوا بقى نبدا مع بعض. هنجيب، انا جبت بصراحه صينيه علشان انا عايزه صينيه بالغطا بتاعها عشان بغطي عليه، والطاسه اللي عندي ملهاش غطا، فانا جبت الصينيه وهحط البتنجان زي ما انتم شايفين كده. مفيش بيت في مصر ما بيحبش البتنجان وما بياكلش البتنجان، كل الناس بتحبه. على الفطار بناكله، على الغدا بناكله، في كل في اي وقت بناكله. هنحطه زي ما انتم شايفين كده. انا هغطي عليها بقى بالغطا واسيب النار، يعني الزيت طبعا سخن، انا هسيب بقى النار متهديه عليه كده. هو الوش الاولاني خلص، هنقلبه بقى على الوش التاني. زي ما انتم شايفين كده هقلبه كده على اليمه التانيه وهسيبه برده. بص انا بدوس عليه كده عشان اشوف هو استوى ولا لا، يعني قرب يستوي كده. هغطي بقى عليه. هجيب بقى الخلطة اللي هعملها واحطها في البتنجان بتاعي، طماطماية وفلفل اخضر طبعا وتوم. انا هعمل الخلطة بتاعتي في الخلاط، ده ليمون وبكتر الليمون شوية، وده خل، شوية خل صغيرين خالص، والملح بتاعي وبس. هنضربه بقى في الخلاط. ده كده البتنجان معانا طلعناه وخلص. هنجيب بقى الخلطة، هنحط بقى معلقة بابريكا صغيرة مع الخلطة، ونحط شوية بقدونس، هنقلبهم في بعض. ونحشي بقى البتنجان بتاعنا بالخلطة دي. دي الفتحة اللي انا كنت فتحتها في البتنجان من الاول، بتسهل عليا ان انا افتحه بعد كده بعد ما يخلص واحشيه بالحشو بتاعنا. الخلطة دي فعلا جميلة جدا، بتديله طعم تحفة، جربوها وهتعجبكم ان شاء الله. هنخلص الكمية بتاعتنا بقى ونعبيه في العلبة. دلوقتي حطيناه في العلبة بتاعتنا. انا قليت برضو فلفل اخضر هزين بيه كده، وحط معاهم ليمونية وطماطمية صغنونة. ده كان الفيديو بتاعنا، فيديو بسيط ومفهوش اي مجهود. يا رب يكون عجبكم ويكون فيديوهاتي بتعجبكم، اكلاتي ووصفاتي بتعجبكم. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش بقى تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك للفيديو عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم.